قلت لنا الحمد لله زويتها مزيانه وعجبات تما لنطر، جبت لهم تقريبا شي 40 يترو داكشي زوين وغزال. جبنا من المعصره حنا مشينا حتى وقفنا عليها، شتينا قامت عليكم شي 30 درهم بحال هكا 35. حنا تنجدو الزيتون من البلاد وتنطحنوه، تنتوح حنا طلع المعصره تنوقفوا عليه وتنطحنوه، ولكن زويتها مزيانه من نواحي، خصوصا النواحي اللي مزيانه هو تملات ولا العطاويه طلق العاده هي مزيانه، كاع النواحي هادو مخيرين خير الزويته. والحمد لله هاد العام هذا كاين الخير، انا لما بان لي بحال هادشي ما تباعش الزيت، ما خرج الزيت لاوروبا كثير، داكشي باش تباع هنا في وسط المغرب، تباع شويه رخيص. بالنسبه للزيت العود هذا العام الحمد لله راه خير موجود، والثمن ديالو مناسب في متناول الجميع، تقريبا 40 درهم 40 درهم، وثمن زيت مزيانه حتى من النوعيه ديالها مزيانه. شويه زيت هذا شويه داير الثمن، ولكن بالنسبه غاليه شويه، ما الحق والمعقول ما كاينش فيها، كاين شي حاجه فيها الغش، كاين شي حاجه اللي فيها الغش، كاين اللي معقول، معقول قليل. الثمن ديال الزيت هي تتراوح بين 40 و 60 درهم، ولكن على حسب العرض والطلب والمناطق. ما كيجيش غالي زعما؟ وعلى حسب القدره الشرائيه ديال كل مواطن، كاين اللي تيجيه غالي، كاين بطبيعه الحال اللي غيجيه الثمن مناسب. زيت العود بان لي العام الثمن ديالها ما واضحش بالنسبه للناس كلها باش تبيعها. انا واحد السيد يلاه كيعيط ليا قال لي راه 50 درهم، وفي شي بلايص كاين اللي تيبيعها ب 40 درهم، وكاين شي بلايص واقيلا 55 درهم تيبيعها، كلها تيبيع باش ما بغا.